السلام عليكم، انا دكتور محمد زكريا، كلية العلوم قسم الكيمياء جامعة اسكندرية. بدأنا الفيديو اللي فات ناخد فكرة مبسطة عن الايوباك نيم، وكنا في بداية الفيديو كنا قلنا باختصار كده الاورجانيك كومباوندز دي مركبات اساس الاستراكشر كربون وهيدروجين، بس جايز يزيد اكسجين نيتروجين سلفر معايا. وقلنا بقى عشان ندرس ملايين المركبات دي كنا صنفناها لكذا كلاس، وقلنا كل كلاس دايما حدرس في البدايه نومنكليتشر ايوباك نيم وكومن نيم. فبدانا بقى عايزين نحاول في اول يعني فيديوهين ثلاثه كده ناخد فكره مهمه جدا عن التسميه. بدانا المره اللي فاتت الايوباك نيم، خدنا سيمبل ايوباك. هبدا النهارده، ما كملتش في الفيديو اللي فات، هبداها دلوقتي الكومن نيم، ناخد فكره كويسه عنها، وبعد كده هرجع للايوباك نيم بكل تفاصيله في الفيديو اللي بعدها. معايا؟ بص بقى مبدئيا كده قبل ما نروح للكومن نيم ونتعلم فكره مهمه فيها باختصار كده، انا النهارده لو عندي شويه كاربونز وبدات اعمل اتاشمنت بينهم اوصلهم ببعض، جايز اوصلهم بحيث يبقوا سلسله ستريت، او جايز تكون ستريت وفيها برانشين ثلاثة وهكذا. بس طالما بندرس اورجانيك هنضطر نحفظ ثلاث اشكال لسلسلة الكربون. يعني باختصار كده هبدأ اتفق معاكو، لو انا عندي سلسلة ستريت تشين من الكربون دي بنسميها نورمال، برمز لها بان داش، ودي عبارة عن سلسلة ستريت بصرف النظر هي فيها كام كربون. فطبعا الطبيعي هنا سي عامل رابطة يبقى فيها 3 اتشات، رابطتين زي ما اتفقنا H2 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 H3 وهكذا. بص بقى انا عايزكم من هنا ورايح لو سألتك نورمال تملي عقلك كده تقول CH3 CH2 CH2 كله على السطر، ما تقعدش تقولي بقى ستريت، يعني احنا عايزين نرسم بسرعة. معايا؟ طب ايه معنى كلمة ايزو تشين؟ تاني حاجة هنحفظها الايزو، هقولك دي سلسلة ستريت وجينا على كربون رقم 2 بالذات، يعني 1 2 كربون 2 بالذات، حطينا جروب CH3. معايا؟ طبعا خلي ذهنك مرن، ممكن اكتب CH3 فوق او تحت مش فارقه. وعلى فكره لو اعتبرت السلسله ستريت بالشكل ده وجيت من هنا حطيت CH3 هي بالظبط بس بالمشقلب. معايا؟ بس انا عايزك بقى من هنا ورايح لو بتملي نفسك الشكل بتاع ايزو هتمليني دايما CH3، سي طالع منها CH3 وتقولي الباقي على السطر. معايا؟ طبعا اللي هي اكنها زي ال مقلوبه او ال شيب في بدايه شكل السلسله. اخر شكل هنحفظه الشكل اللي هو نيو. شكل نيو دي تعتبر سلسله ستريت بصرف النظر كام كربونه، بس جينا على كربون 2 بالذات حطينا 2 CH3. معايا؟ يعني دايما شكل النيو في عقلنا هيبقى بدايه سلسله CH3 يليها سي طالع منها CH3 CH3 والباقي كله على السطر. معايا؟ فانا بقى في البدايه كده طلبت منك قبل ما ادخل للكومن نيم عايزين بس نبقى حافظين شكل نورمال سلسله ستريت، وهتمليني CH3 CH2 وهكذا، ايزو CH3 C CH3 والباقي على السطر. معايا؟ ولو بالمشقلب CH3 C CH3 والباقي على السطر برضه. شكل النيو CH3 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 وبقيتها على السطر، او ممكن نرسمها بالشكل المقلوب ليها وهكذا. معايا؟ طب تعالوا بقى مع بعض كده بسرعه. هبدا اول حاجه في الكومن نيم هطبق على كلاس الكين. هو على فكره الكومن نيم كنت قلت لكم دايما بتبقى فكره محدوده، تطبيقها محدود جدا، وده اللي هنشوفه مع بعض في اول تطبيق دلوقتي. يعني لو رحنا بالنسبه للالكين، انت حفظت بقى المره اللي فاتت شويه كلام في الاورجانيك، الكان ده مركب كله كربون وهيدروجين، وكله كربون كربون سنجل، كربون هيدروجين سنجل. معايا؟ ليه شكل عام جنرال فورمولا CnH2n+2. لو رحنا لقاعده التسميه الكومن هخلص كلامي خالص، هتلاقي الموضوع واضح جدا. القاعده الكومن هقول لك بشوف المركب كله على بعضه كام كربون وبديله بريفكس مناسب. معايا؟ فاكرين بريفكس لفظ بيعبر عن عدد الكربون من المره اللي فاتت، ميس اس بروبيوت وهكذا. فانا بشوفه كله على بعضه كام كربون واديه بريفكس مناسب وبزود المقطع اي ان اي، بس بحدد شكله نورمال ولا ايزو ولا نيو. يعني ايه؟ يعني لو جبت لك مثال بالشكل ده، ده مركب CH3 CH2 وهكذا، والمركب اللي بعده واللي بعده. لو تلاحظ اول واحد ديسل ده كله على بعضه 5 كربون، حطينا المقطع بنت. معايا؟ وبزود اي ان اي. طب اللي بعده برضك كله على بعضه 5، مش يبقى بنت وبحط اي ان اي؟
طب اللي بعده كله على بعضه خمسة، يبقى هو مازال بنتان، بس ميزنا ده عن ده عن ده، ده يعتبر نورمال بنتان مش ده ستريت، ده يعتبر ايزو بنتان اللي هي الشكل ايزو اللي قدام عينينا، ده الشكل نيو بنتان الشكل اللي قدام عينينا ده معايا. وعلى فكرة بقى انا عايز اقول لك، لو انا قلت بنتان وسكت ما حددتش هتعتبرها نورمال، يعني الان ممكن ما تكتبش. واتفقوا في الاورجانيك ان لفظ نيو يستخدم من اكبر او يساوي 5 كربون، يعني من اول 5 كربون وطالع مسموح لي نيو، ما ينفعش على 4 كربون معايا. طب تعالى بسرعة كده، يهمني بعد الشرح ده في الكومن دايما ان من الاسم تعرف ترسم، يعني لو طلبت منك دلوقتي ترسم لي ايزو هكسان معايا، فانت هتقول لي الاسم فيه معلومات تعال نحاول نخرجها، مش ده يعتبر هكس يعني 6 كربون، اي ان الكان 6 كربون بس شكله ايزو. ايزو هتملي عقلك بقى بسرعة، تمليني سي اتش 3 سي سي اتش 3 والباقي على السطر. يعني ايه الباقي على السطر؟ ظبطنا الايزو بتلاتة مش هما ستة، يبقى فاضل تلاتة على السطر. واكمل بقى سنجل واتشات، من المرة اللي فاتت بعقلي تلقائي بيكتب الاتشات سي تلات رابط مش فيها اتشاية، رابطتين اتش تو اتش تو اتش ثري معايا. بصوا بقى الغلطة المشهورة هنا دايما، ساعات ناس تيجي ترسم ايزو هكسان تقولي ده الكان ستة كربون ويسرح يرص الستة، وبعد كده يجي يظبط الشكل ايزو كده، على فكره بقوا 7 مش 6 معايا. طب على فكره بقى لو حبيت دلوقتي ارسم الشكل بتاعنا، لو فرضت عايز ارسم نيو هكسان، ملوني بقى بسرعه، ده الكان هكس يعني 6 كربون، معنى كلمه نيو بص عقلي بيمليني بسرعه CH3 CH3 CH3، ظبطت النيو باربعة، واحد اتنين بتنسوا دي دايما، تلاتة اربعة، يبقى بقيت الستة على السطر مش فاضل اتنين. هكمل هنا مفيش ولا اتش، هنا اتش تو، هنا اتش اي ثري. طب لو طلبت منك نرسم نورمال هكسان، وانا برسم نورمال هكسان اللي هي تعتبر اكنها هكسان، مش ده الكان وهكس يعني ستة، نورمال يعني كله على السطر. اكيد لو طالب شاطر هيمليني يقول لي سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 اخر واحده سي اتش 3. على فكره انا السنجل ممكن اكتبها او ما اكتبهاش معايا. طب تعالوا بقى مع بعض كده بسرعه باختصار، هنا بقى لو طلبت منك ترسم لي ايزو هكسان، مش ايزو هكسان رسمناه بسهوله اهو. طبعا لو حبيت ارسم ايزو هبتان يبقى الايزو ظبطته ب 3 و 4 السطر، يعني هتزيد سي، ايزو اوكتان وهكذا، فاللي يعرف يرسم ايزو بنتان يعرف يرسم ايزو هكسان وهكذا. في اي مشكله؟ بص بقى ما تنساش، لو انا حبيت اسمي بالقمم هرجع لها مره تانية، هقول لك شوف المركب على بعضه كام كربون، افتكر كويس دايما في القمم نيم هقول لك عد التوتال نمبر اوف كربونز، انما في الايوباك بالتفصيل هتشوف اللي جاي اني بعد حاجه اسمها اللونجست تشين معايا، مش قصتي دلوقتي. فانت هنا في الكومن عديناه كله على بعضه طلع 5 يبقى بنتان، وحددت شكله ايزو. طبعا افرض الشكل ولا نورمال ولا ايزو ولا نيو، يبقى مفيش كومن في اللحظه دي، فقلت لك الكومن نيم استخدامها ليميتد محدود معايا. طبعا تمرن نفسك على حل الكام سؤال اللي هم المحلولين دول، وعلى فكره هنا في كام سؤال كده وكلهم كانوا محلولين في المرة اللي فاتت، بس اكنك بتراجع عليهم. تعالوا بقى مع بعض كده، انا في رأيي العشر دقايق الشرح الجايين دولت من اهم اساسيات الاورجانيك في التسمية، هدرس حاجة اسمها الكايل جروبس معايا. عايز بقى خلال ما بنخلص الشرح نكون اتعلمنا ازاي نرسم الكامن الكايل دول اللي هحتاجهم في اسامي كتيرة جدا زي ما هتشوفوا كمان شوية. وعلى فكره بقى انا عايز انبهك لحاجه، وانت بتدرس اورجانيك النومنكليتشر مهمه جدا، لان اي سؤال بيتبدا باسم المركب رسمته غلط باظ السؤال من بدايته معايا، فمهم جدا يبقى عندي اساس مهم في التسميه. طب تعالوا بقى مع بعض، هروح دلوقتي لحاجه اسمها الكايل جروبس. هي الالكايل جروبس دي باختصار كده انا رمز لها بار ناقصه رابطه، حاجه ناقصه رابطه. على فكره جروب يعني حاجه مش كامله، يعني لما اجي اقول لك مثلا كلورو جروب، مش كلورو جروب يعني سي ال ناقصه رابطه معايا،
يعني باختصار ابسطها لو كملت سي ال مع اتشاية بقى مركب هيدروكلوريك اسيد. طب ما اجي اقول لك هيدروكسيل جروب اللي هي الاو اتش لسه لها رابطه، ابسطها لو كملت مثلا او اتش ومع اتشاية مش كمل مركب اللي هو الووتر، فجروب يعني حاجه ناقصه رابطه. فاحنا الالكايل جروبس دي هتبدا تحفظ معايا حالا، دي عباره عن الكان يعني مركب كله كربون وهيدروجين وسنجل. كتخيل شلنا اتشاية رحنا لحاجه اسمها الكايل جروب معايا. فالالكان جنرال فورمولا سي ان اتش 2 ان بلس 2، الالكايل هتبقى سي ان اتش 2 ان بلس 1 ناقصه اتشاية. يعني على سبيل المثال لغايه ما اخش في تفاصيلها، يعني ابسط الكان سي اتش 4 يعني سي معاها اربع اتشات معايا. تيجي نتخيل اني شلت اتشاية، مش بقت سي ناقصه رابطه ومعها ثلاث اتشات اتش اتش اتش، اللي هي ممكن اختصرها لك سي اتش 3 ناقص رابطه معايا. فاحنا عامه الكايل يعني الكان ناقصه اتشاية. بص بقى على فكره انت حفظت لي معنى كلمه الكحول مش او اتش، الدهايد المره اللي فاتت بدايه المركب سي اتش او، كيتون عنده سي دبل او ماسكه في سي وسي، كاربوكسيليك سي واتش، حفظنا هيدروكربون مركب كله سيهات واتشات. حفظت لي بقى زياده النهارده الكايل جروب. الكايل جروب دي عباره عن الكان ناقصه اتشاية، وعلى فكره وانا بسميها بالكومن نيم هقولك بشوف الجروب كلها على بعض كام كربون. خد بالك في الكومن بعد التوتال نمبر اوف كاربونز دايما معايا، فانا بشوفها كلها كام كربون واحط لها بريفكس مناسب وبزود المقطع واي ال معايا، بس بحدد نوعها نورمال ولا ايزو ولا نيو ولا سكندري بختصرها بالشكل ده او تو دوت ولا تيرشري ساعات اختصرها تي داش او 3 دوت. هشرح لك معنى كل حالة من الخمسة وعايزهم يتطبعوا في ذهنك واحنا بنطبقهم مع بعض حالا معايا. بص بقى باختصار كده، ايه معنى كلمة نورمال الكايل؟ هيبقى الشكل النورمال اللي هو ستريت وفي الطرف شلنا اتشاية. هنشوف التطبيق حالا. ايه معنى ايزو؟ ايزو بتملوني سي اتش 3 سي سي اتش 3 والباقي على السطر، بس في الطرف هشيل اتشاية يبقى الكايل ايزو. نيو الكايل الشكل نيو اللي حفظناه والباقي على السطر طبعا، والطرف شلنا اتشاية. طب ايه معنى كلمة سكندري الكايل؟ اتخيل عشان ما اجي ارسم بيها كمان شوية، هيبقى السي اللي ناقصة الرابطة سكندري ماسكة في 2 سي. طب ايه معنى تيرشري الكايل؟ اي حد مركز اكيد بيخمن يقول لي اكيد السي اللي ناقصة الرابطة ماسكة في 3 سيات يعني تيرشري كاربون. تعالوا بالكم معلومة دي نبدأ نخمن رسم مركباتنا اللي جاية او الجروبس اللي جاية، ولو خمنت صح يبقى انت ذاكرتها وانت قاعد. اتفقنا الالكايل في منها خمس انواع، نورمال اهي نورمال وفي الطرف شلنا اتشاية، ايزو في الطرف شلنا اتشاية، نيو في الطرف شلنا اتشاية، يعني سواء نورمال ايزو نيو شلنا الاتش تيرمينال، سكندري بشيل اتش من سي سكندري، تيرشري بشيل اتش من كربونا تيرشري معايا. طب على فكرة بقى بسرعة كده، لو جيت ابدأ ارسم معاكم الكام جروب دي هتلاقيها مكتوبة واضحة، بس تعال نحاول نتخيل حتى وانا برسم الكومن جروبس اللي انا عايز اتعلمهم دول. بص ببساطة كده، لو طلبت منك نرسم نورمال بروبايل هتقولي دي الكايل، بروب يعني 3 كربون، نورمال يبقوا الثلاثة ستريت والطرف ناقص رابطة وكمل الباقي سنجل. هكمل بقى اتشات هنا التلات اتشات اتش 2 رابطة ورابطة مفقودة يبقى اتش 2. خد بالك لو كانت دي سي اتش 3 كان زمانه الكان وكامل، لكن ده الكايل ناقصه اتشاية. طب على فكرة اللي يعرف يرسم نورمال بروبايل يعرف يرسم نورمال بيوتايل هيزود سي، بنتايل يزود سي وهكذا معايا. يعني نورمال بيوتايل مش تمليني بقى سي اتش 3 سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 ناقصه رابطه. طب تعالى بسرعه، لو حبينا نرسم ايزو بيوتايل هتقولي المعلومات الكايل، بيوت يعني 4 كربون، ايزو اكيد بقى حفظناها اتكررت ياما، مش تقولي سي اتش 3 سي سي اتش 3 والباقي على السطر. ظبطنا الايزو بتلاته، مش فاضل الرابع على السطر والطرف ناقص رابطه، هكمل اتش وهنا اتش 2. طبعا اي حد مركز لو قلت له عايز ارسم ايزو بنتايل خمسة هيقول لي نظبط الايزو بتلاتة ويبقى فاضل سي اتش 2 سي اتش 2 ناقص رابطة.
ايزو هيكسايل، مش يبقى الايزو وتزود بقى الثلاث سيهات بقيت 6 على السطر معايا. طب لو حبيت ارسم نيو بنتايل معايا، دي الكايل، بنت يعني 5 كربون، نيو يعني ايه؟ اكيد بتمليني وحفظتها زي اسمك، CH3C CH3 CH3. ظبطنا نيو باربعة، مش فاضل الخمسة على السطر والطرف ناقص رابطة، هكمل مفيش اتشات هنا H2. طبعا لو حابب ترسم نيو هيبتايل 7، مش تظبط نيو باربعة، يبقى فاضل CH2 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 على السطر معايا. طب بص بقى مبدئيا كده، افرض ما حددتش نوع الالكايل، يعني قلت بروبايل، قلت بروبايل وسكت، مش قلنا تعتبرها نورمال؟ قلنا النورمال ممكن اكتبها او لا. هقول بس حاجه بسيطه معظمكم حافظها من زمان ونبدا نكمل مواضيعنا. لو طلبت منك ترسم لي ميسايل، مش دي يا جماعه الكايل؟ ميس يعني كربونه، كربونه ناقص رابطه، يبقى فاضلها اتش 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 يعني CH3، ومعظمكم حافظ كده حفظ بحت ميسايل CH3 من كتر استخدامها زمان. طب لو طلبت منك نرسم ايسايل، مش دي الكايل؟ ايس يعني 2 كربون، 2 كربون ناقصين رابطه، تنقص هنا او هنا مش فارقه، واكمل سنجل، وهكمل بقى هنا 3 اتشات H2 ايسايل. على فكره الايسايل مؤقتا هتحفظ لي باختصرها C2H5 C2H5، مش هتختصر لي اي حاجه تانية لغايه ما نفهم كمان يعني كمان كام محاضره امتى نختصر وامتى لا، بس الايسايل دايما بختصرها C2H5 ناقص رابطه وخلاص معايا. طب بصوا مبدئيا بقى قبل ما اروح للسكندري والتيرشري اللي دايما بلاحظ طلبه بتلخبط فيهم كتير وهيتبان عليهم اسامي كتيره، هلفت نظرك ان الالكايل دي مبدئيا هتخش في ايه؟ انا قلت لكم مسبقا من شويه كده هتخش في تسميات ياما في الاورجانيك، بس ابسطها دلوقتي لو جيت قلت لك ارسم لي ميسايل الكحول، مش انت هترسم ميسايل وتلاقيها ناقص رابطه؟ هتشبكها اكيد في او اتش. ميسايل كلورايد، مش تشبكها في سي ال؟ لو حبيت ترسم نيو بنتايل الكحول، هترسم نيو بنتايل وفي الرابطه المفقوده هتحط اكيد او اتش. عايز اوصل لك ان الجروبس دي هتخش في اسامي كلاسز كتيره معايا. طب تعالوا بقى مع بعض كده بسرعه معايا، هروح دلوقتي لتيرشري يليها سكندري ونكمل القصه بتاعتنا. ركز بقى معايا لحظه، لو طلبت منك ترسم معايا تيرشري بيوتايل، تيرشري بيوتايل مش المعلومات دي الكايل 4 كربون؟ حد فاكر ايه معنى تيرشري الكايل؟ بص ايدي بتكتب مع عقلي، السي اللي ناقصه الرابطه تيرشري، يعني ماسكه في ثلاث سيهات. ظبطت الشكل تيرشري، خلصت الاربعه، هكمل بقى معاكم بسرعه، هكمل هنا 3 اتشات 3 اتشات 3 اتشات. بصوا بقى على فكره كان زميلي ممكن يكتب يقول السي اللي ناقصه الرابطه تيرشري، يعني ماسكه في ثلاث سيهات معايا. هكتب هنا 3 اتشات 3 اتشات 3 اتشات. خدوا بالكم ان دي هي دي، بس انا عوجتها، خليت الداش على السطر والميسايل فوق، اول ما اتعوجت بان شكلها نيو، فجايز حد وهو بيذاكر يقول لي ممكن نسمي الجروب دي نيو بيوتايل، هقول له تخيلك مظبوط، بس احنا اتفقنا نيو من اول 5 كربون وطالع، عشان كده احنا في الاورجانيك ما سميناهاش نيو بيوتايل، فهي ليها اسم واحد بس، دي تيرشري بيوتايل. طب على فكره لو حبيت ارسم اخر جروب تيرشري، تيرشري بنتايل، هو باختصار كده اللفظ تيرشري في الالكايل يا دوبك هيسمي بيوتو بنت، من اول هيكس هيبت هتلاقي ان الاسم بيعمل كذا احتمال فمنستخدمهوش، فاحنا اخرنا بيوتايل كتيرشري وتيرشري بنتايل، فالمفروض ما غلطش فيهم. ها دي الكايل بنت يعني كام؟ 5 تيرشري، السي اللي ناقصه الرابطه اهي ماسكه في 3 سيهات، شايف عيني ايدي بتكتب مع عقلي. على فكره بقى انا ظبطت الهيكل تيرشري، خلصت 4، مش فاضل السي الخمسه. السي الخمسه احتمالاتها فوق او تحت او يمين او شمال، طبعا فوق ما ينفعش، مش دي رابطه مفقوده، فاضل يمين او شمال او تحت. اللي مركز هيلاقي ان لو وقفنا هنا
السكة يمين زي شمال زي تحت، في تماثل في سيمتري. نلقط بعيننا حتة السيمتري دي، مش وانا واقف هنا السكة دي تكرار دي تكرار دي، فانا هشبكها في اي مكان وخلاص. هكمل معاكم 3 اتشات 3 اتشات اتش 2 3 اتشات معايا. على فكرة بقى ساعات ناس تسألني هنا تقول لي هي الجروب دي انا معاك ان السي اللي ناقص الرابطة ماسكة في 3 سيها التيرشري وهي بنتايل، بس ممكن نسميها ايزو بنتايل. ساعات ناس تتخيل كده، على فكرة لا ما تنفعش ايزو بنتايل. بصوا معايا عشان ردا على السؤال ده، دي الكايل بنت يعني كام؟ 5. ايزو كده مليني CH3C، هكتب فوق CH3 او تحت مش فارقة. ظبطت الايزو بتلاتة، مش انا بكمل الباقي على السطر معايا والطرف ناقص رابطة. هكمل H هنا H2 H2. لاحظ ان الايزو لو انت فاهم كويس هيبقى ال L shape بس في الطرف ناقص رابطة، هنا مش ناقص رابطة من الطرف، يعني دي ما تتسماش الا تيرشري لان السي اللي ناقص الرابطة هي قدامك تيرشري معايا. طب بص بقى روح للسكندري وانا بشرح سكندري هنكمل بردك الفكرة دي نفهمها اكتر. بصوا هي سكندري بردك اخرها هترسم اتنين جروب فالمفروض ما غلطش فيهم. لو حبيت ارسم معاك سكندري بيوتايل، حاول بقى تخمن بعقلك كده، لو خمنت صح يبقى انت مذاكر الرسمة بتاعت. مش دي يا جماعة الكايل بيوت يعني 4 كربون، سكندري يعني السي اللي ناقصة الرابطة ماسكة في 2 سي يعني سكندري كربون. ظبطت الوضع السكندري، مش خلصت 3 كربونات فاضل الرابعة. الرابعة هشبكها كاحتمالات فوق تحت او يمين او شمال. خد بالك فوق ما ينفعش رابطة مفقودة، لو شبكتها تحت بقت سي تيرشري مش سكندري فده ما ينفعش. فاضل يمين او شمال، مش في تماثل يعني وانا واقف هنا مش السكة دي تكرار دي، فانا هشبكها في اي مكان وخلاص هنا او هنا مش فارقة. هكمل بقى 3 اتشات اتشاية اتش 2 اتش 3. ساعات واحد يوقفني هنا يسألني يقول لي انا معاك دي تعتبر سكندري بيوتايل بس ممكن نسميها نورمال بيوتايل. هو على فكرة تخيله غلط، تعال نشوف ليه. لان النورمال بيوتايل الكايل 4 كربون نورمال، مالوني النورمال مش هتبقى CH3 CH2 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 الطرف ناقص رابطة، يعني دي ستريت بس هل الطرف ناقص رابطة؟ لا، يعني دي ما تتسماش نورمال بيوتايل، هي نورمال بيوتايل. تعالوا بقى لاخر جروب ونجمع فكره بسيطه فيها. هقول لك ايه، عندنا السكندري بروبايل. سكندري بروبايل دي الكايل 3 كربون، سكندري يعني السي اللي ناقصه الرابطه ماسكه في 2 سي، اهي السي اللي ناقصه الرابطه ماسكه في 2 سي. هكمل بقى اتشات مش 3 واحده 3، في مشكله؟ على فكره كان جاي زميلي يكتبها يقول السي اللي ناقصه الرابطه اهي ماسكه في 2 سي ويكمل اتشات. خدوا بالكم ان الجروب دي هي دي بالظبط معايا، بس اللي حصل ان انا عوجتها، مش انا خليت الداش على السطر وعوجت الميثايل، بس اول ما اتعوجت باين تتسمى ايه؟ اكيد كله ملاحظ، باين تتسمى ايزو بروبايل. انا عايز اوصل لكم الشرح ده ان الجروب دي هي دي بالظبط، بس بالمصادفه دي الجروب الوحيده اللي ليها اسمين كومن عندنا، تمشي سكندري بروبايل او ايزو بروبايل. شايف وهي معوجه باين الاسمين، مش باين ان السي اللي ناقص الرابطه ماسكه في 2 سكندري، وباين ال شيب ايزو، لكن وهي على السطر باين سكندري بس، هل باين الايزو؟ بس ادينا اتعلمنا كتخيل الجروب دي بالذات لو اتعوجت بانت ايه؟ ايزو. دايما الايزو من اول 4 كربون باين ال شيب معايا. وعلى فكرة طول الأورجانيك هنهتم بكلمة ايزو بروبايل حتى مش سكندري بروبايل، فلو كتبناها لكم على السطر انت خلاص بقيت متعلم ان هي لو اتعوجت هتبدأ تبان كويس ايزو بروبايل معايا. طب بص بقى باختصار كده، هنا عندنا ادي النورمال بروبايل، ايزو بيوتايل نيوبنتايل ميثايل ايثايل، وخدنا التيرشري وخدنا السكندري اللي انا لسه شارحهم معايا. طب بص بقى عامه يا ريت بقى ما تنساش قصاد بعض اهم معايا، وانا برسم ايزو بيوتان، ولو حبيت ارسم ايزو بيوتايل كلورايد. لاحظ بقى ان الايزو بيوتان مش ده مركب وكامل، لكن الايزو بيوتايل دي حاجه مش كامله، دي ناقصه رابطه.
وهبدأ أشبكها في كلور معايا. فلو حبيت أرسم أيزو بيوتين ده ألكان 4 كربون. أيزو بص بكتب CH3 ظبطنا الأيزو بتلاتة، مش فاضل الرابعة على السطر وأكمل بقى سنجل وإتشات. هكمل هنا إتشاية وهنا H3. طب لو حبيت ارسم ايزوبيوتايل كلورايد هتقولي ارسم الايزوبيوتايل هتلاقي عندها رابطه مفقوده اشبك فيها كلورو. فانا هرسم الايزوبيوتايل اهي CH3C CH3. ظبطت الايزو بتلاته، فاضل السي الرابعه، مش رابعه على السطر والطرف ناقص رابطه. هكمل HH2 معايا. ايزوبيوتايل معايا، ايزوبيوتايل كلورايد. طبعا هشبك الكلور فين؟ ما هو المكان اهو مستنيها الرابطه المفقوده سي ال وخلاص. فيا ريت عامه لو انا حبيت ارسم مثلا تيرشري بنتايل كلورايد، مش انا هرسم التيرشري بنتايل زي ما اتعلمت وفي الرابطه المفقوده احط سي ال؟ نيو بنتايل كلورايد هرسم نيو بنتايل زي ما اتعلمت والرابطه المفقوده احط ايه بسرعه؟ سي ال. طب افرض نيو بنتايل الكحول هحط في الرابطه المفقوده ايه؟ او اتش. ما يصحش يبوظ سؤال لاني مش عارف ارسم تيرشري بنتايل كلورايد معايا. نيو بنتايل كلورايد، نيو بنتايل الكحول، وهكذا. في اي مشكله؟ طب بص بقى عامه انت هنا عندك يعني تحاول تمرن نفسك ترسم الكومن الكايل جروبس دولت كده معايا، وهم هنا المفروض محلولين. فانت عامه يعني هتحاولوا تجمعوا شوية الألكايل جروبس دي. احنا المرة اللي فاتت خدنا فكرة مبسطة عن الأيوباك، ودلوقتي في الفيديو ده خدنا فكرة مبسطة عن الكومن نيم، بس كان أهم حاجة عندنا خدنا الألكايل جروبس بتاعتنا معايا. تسمية الألكايل جروبس هحتاج المرة الجاية بردك هبأرجع للقصة دي. بس عامة حاول انت برضك اللي مطلوب منك دايما في الالكايل ان من الاسم تعرف ترسمها معايا. بس حاول برضك يعني وانت بتذاكر تحاول تجمع ان من شكلها تعرف الاسم بتاعها. يعني كتخيل معايا كده بسرعة، لو انا جبت لك الكايل جروب بالشكل ده عايز اجمع الاسم الكومن بتاعها معايا. فاحنا مبدئين كده بسرعة، الاسم الكومن مش دي على بعض اربعة يعني بيوتايل شكلها ايه؟ دايما الشكل قدامك نورمال ايزوني وعينك هتشوفه معايا. لو ما جاتش حاجه من دول فكر في سكندري وايه بسرعه تيرشري، اكيد واضح شكلها ايه بسرعه ايزو. بس عامه بقى احنا يمكن اهم الكايل جروبس عايزهم في عينك دايما معظمنا حافظ سي اتش 3 ميثايل، وعندنا سي اتش 3 سي اتش 2 2 كربون ايثايل. اكيد الجروب دي سهل جدا تجمعها، الجروب اللي هي تعتبر بروبايل صح؟ بروبايل، وعندنا ايزو بروبايل الشكل ده، او اللي هي كانت سكندري بروبايل. حاول بس تبقى دايما يعني دايما على لسانك كده ميثايل ايثايل بسهوله وبروبايل والشكل ايزو بروبايل. حتى الايزو بروبايل فاكرين لو اتكتبت على السطر مش باين الشكل ايزو، بس يعني معظمنا خلاص بقى درجه في عقلي انا لو طلبت منك ترسم لي ايزو بروبايل هتعرف ترسمها. هتقولي الكايل 3 كربون ايزو يعني CH3 CH3. خلصوا التلاتة معايا، خلاص الطرف ناقص رابطة وهنا اتشاي. فانت سهل ترسمها، بس دايما لو طالب شاطر هلاقيه اول ما اقول له بروبايل هيمليني CH3 CH2 CH2 ناقص رابطة معايا، اول ما اقول له ايزو بروبايل هيمليني CH ناقص رابطة CH3 CH3. ميثايل ايثايل هيمليهم لي، ان دولت بستخدمهم كتير جدا اثناء شغلنا اللي جاي معايا. هو الفيديو اللي فات على فكرة أنوه في البداية بس كان وقف التسجيل لغاية بداية الكومن دي، بس احنا خلاص يعني شرحناه في فيديو تاني، وهبدأ بقى الفيديو اللي بعده هنشرح الايوباك نيم بالتفصيل. ما تنسوش خدنا في اول فيديو ايوباك نيم كسيمبل ايوباك، الفيديو التالت بقى اللي هو بعد ده هيبقى الايوباك نيم بالتفصيل، ودي على كلاسز كتيرة. بس انا اتأسست في اول فيديو في الايوباك تقراها كويس قبل ما تبدأ تذاكر، يعني فيديو رقم واحد تذاكره كويس، فيديو رقم اتنين وتبدأ بقى تلم معلومات كتير جدا في فيديو رقم تلاتة. السلام عليكم، مع السلامة.